هنا المفروض ان المستخدم للموقع هيكتب اسم الراسل ورقم الهوية والبيانات دي، دولة الارسال والغرض من التحويل والمبلغ، وبعدين يعمل ارسال. المبلغ ده ممكن عشان ما يبح يعني ما يرسلش اصفار ممكن نحط لها قيمة صفرين، بس على العموم مش مشكلة. احنا اللي يلزمنا دلوقتي ان احنا المفروض لما هنضغط ارسال هيخش داخل فن اللي احنا لسه ما عملناش فيها حاجة دلوقتي. داخل فن هيلاقي ملف اسمه ادد. ملف الادد ده طبعا يقوم ضايف في قاعدة البيانات بتاعتنا سجل جديد بالبيانات اللي احنا كتبناها. طيب نشوف ده هنعمله ازاي. اول حاجة الملف اللي هيبقى هنا اسمه ادد، نجيب ملف جديد ونحفظه زي ما قلنا داخل فن اسمه edit dot php. الملف ده هنفتح فيه php اول حاجة كود اتصال بقاعدة البيانات. خلينا ناخد الكود من الملف اللي عندنا ده. هو في العادة على فكرة مفيش حد يعني مش دايما هنكتب الأكواد، لا الأكواد هنبقى محفوظة نبدأ نجيبها حتى البص ده خلينا ناخده معانا تمام، والهيدر برضك بالمرة عشان نقعد كل مرة إن احنا نكتبه عشان بس الأخطاء وكده. الهيدر ده انه بعد ما هيخلص المفروض ان هو هيرجعني لقاعدة البيانات. طيب جميل. انا هنا بضيف كام بيان زي ما قلنا بنضيف 9 بيانات. في هنا 9 بيانات بيتم اضافتهم. المفروض 9 بيانات دول هيتم استقبالهم في الناحية التانية. هيتم استقبالهم هنا. تمام. فانا محتاج من ده 9 ملفات. نشيل الاسماء عشان انا بنكتب الاسماء تاني. تسع ملفات. طيب احنا بنبعت بنفس الاسماء اللي داخل قاعدة البيانات عشان كده هتبقى العملية سهلة معانا. هناخد حتى من الاكسل من هنا نفس الاسماء، هو الاسم هيتبعت بيه وهيتم استلامه الى متغير بنفس الاسم. تمام. من هنا ممكن نجيبه ده اول واحد وده التاني، أظن هيبقى صعبة من هنا، من هنا أحسن. خلينا نتجاهل الصورة دلوقتي يعني 8 بس لأن الصورة هيبقى لها إعدادات أخرى لأنه يحتاج رفع ملف. اللي كان بتاع الصورة خلينا نلغيه وبرضك نوقف الكود ده كده. الكود ده تم توقيفه. تمام. انا عايز اتاكد ان في بيانات بعدت ولا لا، فخلينا نطبع واحدة منهم. هنقول ايكو للكاش مثلا اللي هو اخر حاجة عملناها. تمام. المفروض لما هكتب مبلغ المبلغ ده هيظهر معايا. طيب قبل
مبعت هنا المفروض ان هو بيبحث بيفتح يدور على صفحة اسمها لوجن تيست. لا انا هقول له افتح لي صفحة اسمها اديت. نشوف الصفحة، نعمل ريفريش لو في بيانات مكتوبة. هنا بس المبلغ هو اللي طبعا، فانا عايز اكتب المبلغ، ارسال المبلغ اتكتب اهو، يبقى انا كده ماشي شغال مظبوط الى الان. طيب تمام. المفروض ان البيانات دي بعد ما تروح هيتم ارسالها الى قاعده البيانات، فخلينا نخش نعمل جمله سيلكت قبل الحاجات دي عشان بس ما تطولش معانا. تمام، نشيل الكود ده ما عندناش محتاجينه. احنا عايزين نعمل جمله سيلكت نضيف بيها البيانات، يعني هتبقى insert SQL. ده اسم متغير عادي، ممكن نكتب اي متغير تاني بس انا اخدنا على كده. تمام، نكتب هنا جملة الانسيرت الحرف كابيتال. انتو اسم الجدول عندنا اللي هو موف، نخليها سمول، ده اسم الجدول. تمام، نفتح قوسين ونبدأ نحدد داخل القوس ده المفروض الحقول اللي هيتم الإدراك إليها. طيب الإدراك إليها منين؟ من الفاليو بقى، فاليو نفتح قوس الفاليو ده اللي هيكون داخله الفاليو. تمام، ونقفل القوس بتاع جملة السيلكت اللي في الأول وما ننساش نحط سيمي كولون. طيب بعد كده هنحتاج الكود اللي هيعمل تشغيل للاستعلام. تمام، ريزلت اسم الاستعلام اللي هيقوم بتشغيله. تمام، والسيمي كولون. طيب دلوقتي احنا لسه ما ضفناش بس القيم بتاعتنا. القيم بتضاف هنا، القيم اللي داخل الجدول يعني من غير الدولار ساين. تمام، هنقول هما المفترض ان هما يكونوا 8 قيم. القيمة الأولى فاصلة، القيمة الثانية الكاش. هيجيب القيم منين؟ هيجيب القيم من المتغيرات، عشان هنضيف متغير اسم المتغير بقى المفروض بالدولار ساين.
الحاجات دي كلها عمليا بناخدها كوبي وبس من نموذج قديم او من شغل قديم، بس بحاول اخد الطريق الصعب عشان لو في اخطاء ما تضايقكوش. تمام، نحفظ ونجرب. حدث البيانات مكتوبة هنا، خلينا نكتب هنا 1 2، الصورة خلاص احنا ما عملناش بيها حاجة، يبقى 3 4 5. نعمل إرسال، تعالى نشوف في قاعدة البيانات هل تم إضافة ولا لا. واضح إن تم الإضافة أهو، ده بدأ البيانات الافتراضية، ده 1 2 3 4. المبلغ تم اضافته حلو وخمسة. طيب جميل، يبقى احنا كده عملنا الاضافه مظبوط. المفروض بعد الاضافه ان هو كان هيوديني صفحه ثانيه، بس حاليا لسه احنا عايزين نعمل ارفاق للملف. الملف الان ما تمش ارفاق. المفروض ان هو الموظف بياخد من العميل اللي بيقوم بالتحويل الهويه بتاعته، يبدا يسحبها سكانر ويرفعها على الموقع. طيب دلوقتي السكانر هيحفظ باسم، تمام، واحنا عايزين نعمل اسم خاص بينا، خاص بالموقع بتاعنا، هو اللي هيتم الارفاق دي. طيب اول حاجه ان احنا نحتاج نعمل مكان هيتحط فيه الصور، فايل هنا كده مثلا، فايل ملف اسمه فايل هيتم ادراج الصور اليه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل الصور هنا، خليها واحده جديده كده مسافه عشان نبدأ نشتغل في المساحة. طيب أول حاجة اللي هو الملف، الملف نفسه، خلينا نشوف اسمه إيه معانا هنا، حطه كمتغير. هيساوي هو جاي معانا فايل، هنقول دار سايل فايل، فايل تمب، فايلز ده الاسم بتاعه، ده اللي هنطلعه هنا، ده الاسم. تمام، ده الاسم الافتراضي او الاسم الاولي اللي هو مرفوع بيه من على الكمبيوتر. تمام، هناخد منه يعني هنعدله ان هو ياخد التوقيت، الوقت الحالي محول الى رقم، وناخد نفس الامتداد. نحوله إلى ديت، بالتنسيق MD، واي كابيتال عشان والـ H I
اس. تمام، يبقى ده الوقت دوت اللي هي اتحاد، دوت تاني دي اللي هي الفاصلة ما بين الاسم والامتداد، وبعدين نطلع امتداد الملف اللي معانا هنا اللي ظهر معانا هنا. طيب نطلع الامتداد بتاعه ازاي؟ تمام، احنا كده جبنا او غيرنا اسم الصورة اللي تم رفعها للاسم الجديد. بعدين محتاجين طبعا نرفع الصورة نفسها. نكتب الاسم بتاعك تاني. واضح ان في حاجة غلط. بعد كده نحدد المكان اللي هيتم نقل الصورة إليه. أبلود فايل. دلوقتي المفروض إن إحنا داخل الملف هنا نقول لأخرج بره، وبعدين نخش فايل، يبقى أخرج بره وبعدين نخش فايل. تمام، الكود بقى اللي هيعمل عملية النقل. تمام، ده اسم التمب اللي هو ده. وهنا نكتب الوصف اللي هو ابلود فايل ده. دوت اسم الملف الجديد اللي هو ده. لو عملنا اسمين مختلفين مش مشكلة، ناخد الجديد.
سيبه كلهم ونجرب، والله المستعان ميبقاش فيه غلط. تمام، نعمل ريفريش، نكتب مثلا 2 3، نختار ملف، وليكن الصورة دي. لو نلاحظ إن الصورة مكتوب عليها كلمة واتساب، نعمل إرسال، قال إن في خطأ في السطر 13. السطر 13 هنا في خطأ، نراجع. هنا مفيش دوت، ناقص دوت. تمام، حدث، نرجع السطر 12. فايل هنا مكتوبة غلط، FIL، قطع ولا على البال خالص، لان هنا عمال اخد رقم هوية الراسل في حين المستلم، وفي حين ان المفروض اخد رقم هوية الراسل. ببعت من هنا بيانات للاسم ده وبستقبل باسم غلط، فالفكرة كلها هنا. الحاجات كلها تتعدل. تمام، كمان بالمرة ما دام هو معايا في الإرسال، خليني أجيب هنا ده اسم الحقل، والحقل اللي مبعوت من هنا دولار ساين، نحط اسم الحقل عشان يظهر معايا في الإرسال هنا. خلينا نعلم على الكل، تحديد الكل، ونعمل حذف. نبدأ نشتغل على الموقع ده. اسم الراسل، خد بالنا زي ما قلنا ان اسم فيه كلمة واتساب، ما عملتش حفظ ولا ايه. وصول لقاعة البيانات، حتى وصلهم بالاسم، اسم الملف، حط دوت من غير ما يجي الانتداب. ماشي، ما تمش نقل اي ملف. الخطأ مش هنا، الخطأ هنا في الفورم. الفورم احنا محتاجين كمان متغير نضيفه هنا كمان عشان يبدأ يبعت معايا الملفات. خلينا نضيفه، ونجرب تاني. مش عارف احدد كان فين الخطأ. احنا ما جبناش دولة الاستلام، هي بقى نفس الفكرة بالظبط، لسه برضك المشكلة شغالة. خلينا نرجع للكود تاني ونراجعه بس بالراحة. اللي هو اخر الكود هنا ديت، لا هي داتا بيانات. تمام، ان شاء الله كده يكون شغال. طيب نرجع تاني الصفحة دي ونحدث، لان التعديل تم هنا في الصفحة دي. نختار، تمام، نعمل ارسال. تمام كده، خلينا نشوف قاعدة البيانات. إن شاء الله يكون تم إضافة المفروض سجلين كده، 3 سجلات. ماشي، الصورة زي ما حضراتكم شايفين ظهرت باسم جديد والامتداد بتاعها.
هنشوف هنا في فايل اهي، ده من نقل الصورة على طول. طيب تمام، الوقت المفروض ان هو بعد ما بيخلص عملية الارسال بيتنقل لصفحة تانية. الصفحة التانية دي بقى اللي ان شاء الله اللي هنعملها المرة الجاية. الصفحة التانية دي هتكون العرض، يعني مجرد عرض للبيانات بعد ما تم ارسالها والطباعة. في ملحوظة كمان بالنسبة للحقول الأولى اللي هو الحقل بتاع رقم التحويل، المفروض ده يكون هيدن، مخفي، ما يظهرش. وكمان الحقل بتاع اليوزر نيم سند عشان ما يقدرش يعدل فيه، وكذلك الحقل بتاع وقت الإرسال. تمام، المفروض الحقول دي تكون مخفية. يعني عملنا تراجع تكون الحقول دي مخفية. أول حاجة هيعمل الراسل على طول، مش هيكتب، مش هينفع يعدل في رقم التحويل أو اسم الراسل أو وقت الإرسال. تمام، باقي طبعا الليبل الخاصة بالتلاتة دول المفروض إن هي تتمسح، ملهاش أي لازمة دلوقتي. إن شاء الله في المرة الجاية نعمل صفحة الطباعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.